المايك الرابع عودناكم دائما بضيوفنا اللي دائما يتركون اثر جدا جميل ورائع. اليوم تكلمنا عن السعاده بشكل وايد كبير وشفنا السعاده باشكال متنوعه. اليوم راح نتخصص اكثر وراح نتكلم اكثر وراح نعرف عن جوانب السعاده. معنا بالاستديو سعود الفرحان، معالج نفسي متخصص بعلم السعاده، مؤسس اسلوب تعلم السعاده المعتمد عالميا، ممارس محترف ومدرب في البرمجه العصبيه اللغويه، ومعالج بالتنويم الايحائي. صباح الخير وجود مورنينج بصوت عالي. يا صباح النور وجود مورنينجات، مو بس واحدة. نوعك يا مورنينج بيرسون ولا مو مورنينج بيرسون؟ موستلي مورنينج بيرسون، غالباً. إيه زين. أحياناً نصير قصبر عليها ما أقدر. لا. الفراش يفوز. دائماً هو السعادة. إحنا مو كنا نتكلم عن السعادة. الفراش دائماً يفوز. سعود فعلاً اليوم تكلمنا بسعادة بشكل وايد كبير. فعلاً لاحظنا إن في ناس تبارك الرحمن السعادة دائماً دار مدارهم، وفي ناس ما تعرف تكون سعيدة. اليوم السعادة هل شيء مكتسب ولا شيء الواحد ممكن أن قولتهم ها أقدر أكون سعيد؟ لا هذا ولا ذاك. السعادة هي حالتك الأساسية اللي أنت انولدت عليها، يعني هي شيء فطري. أوكي فكر فيها، عمرك شفت رضيع حزين أو مكتئب أو طفل صغير مكتئب؟ هي حالتك الأساسية. إحنا شو اللي يصير؟ إحنا تعلمنا لما نكبر، ما بين فترة العمر ما بين 3 سنين إلى 5 سنين، بعدين من 50 إلى 12 سنة، إن نضع لها شروط عشان نكون مقبول عند ماما وبابا لازم أسوي كذا كذا كذا، في مرحلة ثانية عشان أكون مقبول عند مدرسيني لازم أكون كذا كذا كذا، مو أسوي كذا كذا كذا، مرحلة الثانوية لازم عشان أصير كول لازم أسوي كذي عشان أنضم حق مجموعة فلانية، وا. فنتعلم من نكون أوكي علشان أكون هالكثر سعيد لازم أنفذ هالكثر شروط. فهل هي مكتسبة؟ ما أقدر أقول هي مكتسبة. إحنا اكتسبنا كيف نضع لها شروط، لكن حالتك الأساسية اللي أنت نولدت عليها فطرت عليها قبل أن تضع لها شروط، فهي أساسا موجودة عندنا كلنا. هل بإمكان الجميع أن يكون سعيد؟ راح أجاوب أقول بإمكان الجميع أن يرجع لحالته الأساسية اللي هي السعادة قبل الله أن يضع لها شروط وأمور مثل هذه. تمام. زين سعود، اليوم لما نسمع عن أن يكون في شخص متخصص في علم السعادة يبي يعرف الناس أن شلون يكونون سعيدين أو شلون يلقون سعادتهم، شو اللي شدك أساسا في هذا التخصص؟ هل أنت قاعد تشوف أنه وايد ناس ضيعت هذا الدرب، ناس انشغلت، ناس ما هي سعيدة، شنو السبب اللي خلاني أنا أبحث عن سعادة؟ أني أنا أساسا ما كنت سعيد، هو مو سر أنا حاولت أنتحر مرتين من قبل. أوه. كان قايل شيء من قبل فترة، هو مو سر، واكتشفت ان وايد مروا فيها بالواقع، عرفت ناس تجربه 5-6 مرات. فانا ما كنت سعيد، كنت مكتئب، كنت رافض نفسي، كنت رافض شكلي، كنت رافض جسمي، كنت رافض انا من وين وشنو، ما كنت عارف هدفي في الحياه ولا شيء. الى ان نهايه التسعينات ايام الانترنت لما بلش يصير دي اسال السوالف هذه، اكتشفت ان في علم نفس السعاده، ما كنت ادري، ما كنت اعرف. هني حاولت انا ادرسه، قدرت اني انا ادرسه، تخرجت من الجامعة بعدين تخصصت فيه أكثر. في سنة 2015 بدأت رسالتي في علم السعادة، أنهيتها سنة 2018، ناقشها في إنجلترا، ناقشها في أمريكا، وتم اعتمادها كأسلوب علمي لتعلم السعادة. نرجع نقول تعلم السعادة، مش إنه السعادة تعتمد على شيء. أوكي فاللي خلاني إن أنا أحاول إن أحاول قدر الإمكان أنا أنشر العلم هذا، لأنه غير حياتي كلها. لأني أنا لما يجي واحد يقول لي أنا مكتئب أنت مو حاسس، يقول صدقني أنا كنت حاسس فيك، كنت ضايع نفسك، يمكن كنت ضايع أكثر، فإذا أنا طلعت منها خلني أعلمك أنا شنو سويت، خلني أعلمك أنا شنو طلع مني. فجربت الأسلوب على عينات مختلفة، لقيت نسبة نجاحها أكثر من 93%، فكان شيء وايد حلو بالنسبة لي أنا. اللي ننتج عنه الحلو في الموضوع روان، لما الواحد يلاقي نفسه، وأقصد أن أقول مو يلاقي نفسه بحب أو يلاقي نفسه بعمل، لا يلاقي نفسه بنفسه، هذا خلينا نقول هذا الفايندينج أو هذا الريلايزيشن هذا يؤثر على جميع نواحي حياته، فيبدأ يعبر عن نفسه، أو خلينا نقول اسمها العلمي أكثر، يعبر عن حقيقته في كل شيء يسويه بحياته، سواء هواياته أو علاقاته أو عمله، كل شيء يحوشه. شفتي لما يكون كل جزء من حياتك ركبته توين تيربو، كل شيء يصير اكثر مرتين 3 مرات، اقوى، اسرع، افضل، افهم، اكثر حكمه. فجاه هني يصير ما له داعي ان انا اعتمد على ادويه معينه، ما له داعي ان اعتمد على اني اضع سعادتي باشخاص معينين، ما احتاج ان انا اضع سعادتي بوظيفتي. وتحوشنا وايد، مرت علي وايد عندي في المركز المنيوني، يقول لي انا كنت فرضا السيد فلان 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 فلاني، لما تقاعدت انا فقدت هويتي.
ليش وضع هويته مو على نفسه، وضع هويته على هو شنو كان يسوي او من كان بحياته. فيصيرني ان سعادتنا ما تعتمد على وجود اشياء في حياتنا، انما سعادتنا تعتمد على اختياراتنا في حياتنا، وهذا الفرق شاسع بين الاثنين. جميل سعود، يمكن انا مريت بهالتجربه هذه فعلا بعد وفاه والدي الله يرحمه. دخلت في حاله اكتئاب، اكتئاب جدا شديد، وما كنت عارف شنو يعني الاكتئاب للامانه. فيعني في هذا العالم عرفت اكثر وحسيت ان انا في بحر وقاعد اغرق. بس اليوم قاعد اسال نفسي اقول انا شلون طلعت، احس ان في شغله سويتها ما ادري شنو، بس انا قررت بيني وبين نفسي اني انا راح اطلع. لاحظ الكلمه قلتها، انا قررت. انا قررت. ابي اعرف اليوم لو في ناس قاعد تسمعنا اليوم، في اشخاص يعني بشكل وايد كبير ويحزنني صراحه، اتمنى الكل بالعكس السعاده تكون دار مداره، بس اذا اليوم واحد يبي ياخذ قرار ترى صعب، هل في طريقه معينه اليوم انه هو يفصل ما بين الحاله اللي هو فيها، سواء شنو كانت اسباب الاكتئاب، سواء فقدان وظيفه، فقدان انسان عزيز، كان في مرحله من حياته هو نجم فجاه وصل لمرحله ما كان يظن يوصل لها، اليوم اذا باخذ هالخطوه شنو ممكن اسوي؟ ابسط شيء ممكن اسوي. شوف انا حاس بالضبط انت عشان قاعد تتكلم. انا قبل تقريبا سنه واربع شهور توفى ابوي، الله يرحمه، وتوفى امامي، فاللي ما كان شيء سهل، حزننا، تعبنا كلنا، احنا العائله اخواني اخواتي كلنا. اللي يصير هني ان كذلك الخساره الماليه، منهم خسر اصلا في اخر سنه، صحيح، خلينا نكون واقعيين، واللي خسر وظيفته، واللي خسر مطعمه، اللي خسر بزنسه، اللي خسر فلوس، اللي خسر ناس بحياته، اي فالخساره خلينا نقول كانت شعار اخر سنه ونص، خلينا نقول من حياتنا كلنا. اللي يصير هني ان السؤال هني ان هل الموضوع سهل ان انا اتخطى؟ لا، ما بيقص عليك ما أقولك سهل، لا هو مو سهل، لكن هل الموضوع يستحق أني أنا أبذل جهد أنا أتخطاه؟ راح أقولك 100%. فأول سؤال هني، هل أنت تبي تكون ضحية ظروفك، أو أنت تبي خلينا نقول هويتك أنت منو تتشكل على ظروفك، ولا هويتك اللي هو أنت منو تتشكل على منو أنت اخترت أنك أنت تكون؟ فيصير إن إذا أنا ظروفي شكلتني، وهذا العادة اللي يصير بأمر تلقائي، إن خلينا نقول الدنيا غيرتني، طيب خلينا نقول الدنيا غيرتني، الظروف غيرتني، أوكي خلينا نقول إنه إنزين، هل من الممكن إنك أنت تختار إنك أنت ما تتشكل هويتك على ضوء جروحك اللي مرت فيها؟ فيصير أتذكر مرة كنت قاعد أكلم صاحبي ورا ما توفى الوالد الله يرحمه، كان قاعد يقول أنا حزين، قاعد يقول لا أنت مع الحزن، فقاعد يقول لا تكتب فلسفة على راسي، لا أنا حزين، أنا مكتئب، عشان يقول لا أنت مع الحزن وأنت مع الاكتئاب. فهني فهمت، لأنه أساساً كان معالج، ففهمت إنه هذه حالتك اللي أنت فيها، أنت اختار أنك مؤقتة، غير لما أنا أقول أنا حزين معناته أنا خلقت هوية حزينة داخلي. إنزين شنو أنا أقدر أقرر عشان أنا أطلع منها، من اللي أنا فيه؟ أول شيء تسويه لا تهرب من مشاعرك. أدري إن إحنا خصوصاً إحنا مساعدك عصير بين المرأة والرجال، المرأة أحسن رجال بالموضوع هذا، الرجال يبي يهرب من مشاعره، عيب ان انا اشعر بالالم، عيب ان انا اشعر بالقلق، عيب انا ريال شلون ابكي، انا المره هذه عند رجل الشرق بشكل عام. زين المراه لا تشعر في مشاعرها، يمكن عشان شيء بشكل عام اسعد من رجل، فالمشاعر الشعور فيها مهم، لا تهرب من مشاعرك، اوكي لا تكبتها، اذا كبتها بتظهر في امور ثانيه، تظهر في مشاكل نفسيه ثانيه، فاول شيء اشعر مشاعرك، عط نفسك وقت، قول والله ما فيها مو شيء غلط ان انا اقول خلال اسبوعين جايين راح ابكي كل يوم، مو غلط، خالص أسبوعين يعني راح تحطم كثر ما أبي، راح حاتي كثر ما أنا أبي، راح أقلق كثر ما أنا أبي، ولكن في اليوم رقم 15 وراء هالأسبوعين هذولي راح أغير هذا كله، راح أعطي مشاعري أوكي شعرت بلي أنا أحتاجه في فترة هذه كلها، شنو راح أسوي الحين؟ ننظر الموضوع كما هو، لما ننظر الموضوع كما هو وإحنا مشاعرنا مفرغة، غير لما ننظر الموضوع وإحنا مشاعرنا مشحونة، أوكي أو نحن قاعد ننكرها. في الشغلة الثالثة، أوكي قرر منو أنت تحتاج إنك أنت تكون عشان تطلع منها، بينك وبين نفسك، تبي تكتبها بورقة اكتبها، منو أنا أحتاج إني أنا أكون وشو أحتاج إني أنا أسوي، ما أحتاج شنو نوع الشخص أنا أحتاج إني أنا أكونه وشنو أنا أحتاج إني أنا أسوي كخطوات عشان أطلع منها. ما يقدر تستشير الناس اللي تحبك ولا تحبهم، ما يقدر تستشير خلينا نقول ناس مختصين، ما تبي تقولهم مسك بالتليفون مثلاً، ما يقدر تأخذ رأي أهلك إذا هم موجودين. هذا بالنسبة حق أي نوع أنواع الخسارة، بالنسبة حق الخسارة الشخصية، بالنسبة حق خسارة الفلوس، بالنسبة حق خسارة الأشخاص، بالنسبة حق خسارة وظيفة، أي شيء، لأن كثر ما الدنيا تأخذ منك، صدقوني يعني أنت واللي قاعد يسمعوني، كثر ما الدنيا تأخذ منك، إذا الدنيا أخذت منك فرصة أقسم بالله الدنيا قاعد تعطيك مكانها 100 فرصة. الله، هذه حطوها ببالكم. احنا قاعد نسولف طول السيجمنت اللي طاف عن السعاده والسعاده، لكن هل السعاده شيء كذي مطلق اي واحد ممكن يحس فيه، ولا هل لها شروط معينه عشان تقدر تحقق هذه السعاده؟
هو أي واحد يقدر يشعر فيها إذا خلينا نقول حقق الشروط. قبل أن نقول دش بالشروط عشان توضح لنا، ودي أشرح أنواع السعادة. أوكي، لأن وايد ناس يقولون أوكي أنا سعادتي لما أسافر، أو سعادتي لما أتزوج، أو سعادتي راتب عالي. هذه مو سعادة، هذه اسمها بهجة. أنواع السعادة ثلاثة، هي البهجة النوع الأول، الرضا النوع الثاني، السعادة الكبيرة، وصدقوني هذا اسمها العلمي big happiness، السعادة الكبيرة هي النوع الثالث. باختصار شديد، البهجة شيء خارجي يصير. أوكي حلو، أنا استأنس إني إن صار لي أنا مثلا سفرة حلوة، أوكي upgrade، أو إن مثلا بونس نزل لي worth اللي هو هذا النوع الأول. زين، في شيء صار واثر علي خلاني احس بالبهجه. إيه؟ هذا شيء صار خارجي انا. إيه؟ اوكي، مو شيء داخلي انا، شيء صار خارجي انا، انا استقبلته. حلو، هذا واحد، هذا النوع الاول. زين، مشكله هذا النوع ان تاثيره على سعادتي مؤقت. ما يطول، صح، ما بين 3 ساعات الى 18 شهر على حسب قوه الشغله صارت لي. اوكي، يعني مثلا فزت بسحب مليون، يمكن ساعات يا رب مع الخليج، يا رب مع الخليج، يا رب. زين، ممكن ساعات توصل معي 6 7 شهور سنه اكثر، لكن خلينا نقول بونص صغير حاش يمكن ونسني كم يوم. زين، شفت ساعات لما اول ما تشتري سياره جديده تستانس عليها، صح، بعدين 3-4 شهور تحط الموبايل تقطع قطع الداشبورد، ما تحطها على الكرسي اللي يمك، لا حد ياكل بالسياره، لا حد ياكل بالسياره. بعدين واحد من شباب ايش عايد اخري بدخن عليه. هذه مشكلتها. ليش مشكلتها كذي؟ لانها تاثير على الجهاز العصبي، شيء جاي من برا، فممكن ان انا شنو اعتاد عليه. النوع الثاني اللي هي ال احنا شنو قلنا؟ إيه قلنا البهجة، البهجة بعدين الرضا، الرضا، إيه الرضا هني هم شيء يصير خارجي، بس مثل ما تفضلت مساعة إنه فرضا فريقي اللي أنا أشجع فاز، والفريق ترى ما يدري عنك وأنت مالك، لو يمرون علي فريقنا، يقولون فريقنا بعد فريقنا، إيه هو مو أنت اللي فاز، هو اللي فاز، لكن شيء مثلك ولدك تخرج من دراسة، هو مو أنت اللي تخرج، ولدك تخرج، لكن إحنا نستأنس. بس شو يصير هني؟ يصير إن شيء يمثلني، أوكي، حصل خارجي، فأنا أشعر بالرضا تجاهه. هذا النوع الأول من الرضا. الرضا النوع الثاني من الرضا إن لما أتذكر البهجة أسولف عنها أستأنس. اثنيناتهم شيء يحدث خارجي، يعني إذا ما صار هالشيء ما راح أشعر فيهم. صحيح. زين، ما لي علاقة فيه، ما لي علاقة فيه. فوايد ناس قاعد يقول إنزين شلون أستأنس وشون السعادة؟ إني هي حق النوع الثالث. النوع الثالث اللي هم السعادة الكبيرة. السعادة الكبيرة هي تعتمد، خلينا نقول عشان اختصرها على إجابة سؤالين اثنين، منو أنا الصج أبي أكون وتحت صج 14 مليون خط أحمر، وشنو أنا الصج أبي أسوي وتحت كلمة صج من بعد 14 مليون ثانية خط أحمر. فيصير إن أنا هل أنا قاعد أكون الشخص اللي أنا أبي أكونه، ولا أنا قاعد أكون الشخص اللي متوقع مني أني أنا أكونه من المجتمع، من أمي وأبوي، من خوالي، من معلميني، من مهما كان. هل أنا قاعد أكون شخصية ثانية على حساب نفسي، ونقول نفسي بين قوسين، مثلا هل أنا قاعد أدرس اللي أنا أبي أدرسه، هل أنا بالوظيفة اللي أنا أبيها، هل أنا متزوج الشخص أو الإنسان اللي أنا أبي أتزوجهم. إنزين، هل أنا كابت حقيقتي علشان المجتمع يرضى عني، هل أنا قاعد ألبس اللبس اللي أنا أبي، أو قاعد ألبس لبس أي واحد خارجي أنا يبين أنا ألبسه. فبعدين الشغلة الثانية، هذا من أنا بيكون، شنو أنا بيسوي، هل أنا قاعد أعبر عن حقيقتي بالطريقة اللي تناسبني أنا، ولا عيب بين قوسين. هل أنا أبي أصير فنان بس متوقع مني أكون مدير بنك، هل أنا أبي أدش مثلا عالم معين، خلينا نقول عالم عالم الفن، عالم الموسيقى، عالم الإعلام، لكن في ناس يقولون لا عيب الناس يقولون عنك، هل أنا بيشتري كورفت بس شيء كورفت يقول عني صايع مثلا، هذا أنا مريت فيها قبل. إنزين، لا ما بشتري بورش، أنا أكون أبهر الناس فيها، الكورفت مو حلوة، طبعا هي وايد حلوة، أنا وايد أحبها، بورش وايد المهم. إنزين، فاللي يصير إنه هل أنا قاعد أكون أنا، أو أنا قاعد أكون شخص آخر. هذا النوع من السعادة الأغلب أوبليفيون تبعك، ما يدرون عنه، لكن 90% من سعادتي تعتمد على هالنوع هذا. معناته فقط 10% من سعادتي تعتمد على تأثيرات خارجية. النسبة مرة ثانية، 90% من سعادتي تعتمد على السعادة الكبيرة اللي هي القرارات اللي أنا أخذها في حياتي تجاه نفسي، والباقي هذا كله 10% الباقي كله الناس تقول عنه تركز عليه، وهذا الكابوس الكبير. زين، المشكله الناس قاعد تركز عليه بالكامل، هو فقط 10% من ساعتك. من كذي نلاقي ناس لما يسافرون، مثلا انا ساعتي لما اسافر اركب طياره استانس، عقب يومين ارجع افكر بمشاكلي.
زين اذا انا ما واجهت مشاكل انا ما حلت مشاكل ايش معناته انا من داخلي انا مو الشخصيه اللي هي تقدر انها تواجه المشاكل هذه وتعالجها فلما يوني اقول لهم اوكي انت من راح تحتاج انك انت تكون عشان تواجهها ونشتغل على هذه زين شو الخطوات انت لازم تسويها عشان توصل حق الامان اللي تبي في حياتك فيصير هنا ان شوفوا لو نقرا ايش كثر عن السعاده او عن فلسفه الحياه نكتشف ان كل كتب نقراها اللي قاعد نبحث فيها عن السعاده توجهنا حق داخلنا مره ثانيه صحيح تقول لنا الحل داخلك السعاده داخلك قرر منو انت صدق تبي تكون وشو انت صدق تبي تسوي لان اذا حصلت هذا ما راح احتاج البهجه والرضا وايد البهجه والرضا مهمين يعطون حياتنا فليفر طعم اوكي لكنهم ليسوا سعاده اوكي سعود وقتنا قاعد يركض بسرعه وياك واحنا ودنا نخلي الناس تستفيد كثر ما تقدر لكن اكيد احنا ياياتك ان شاء الله تكون اكثر يشرفني بالختام اذا بتقول حق الناس الحين شلون واحد يدري انه هو سعيد انا الحين اذا بعرف ان انا سعيده ولا لا كلنا نقول مثلا تسال اي احد تقول انت شلونك الحمد لله انا زين سواء يمكن فعليا ما يكون زين زين شلون شنو النسبة أو شلون أعرف إذا أنا سعيدة صج ولا بس كذي قاعد أقول حق الناس أنا سعيدة؟ شوف في علم النفس تعريف الإنسان السعيد هو 50% من يوم لحظة سعادة فقط مو أكثر من كذي يعني إذا 50% من يوم لحظة سعادة 50% الباقي كل شيء ثاني أنا أصنف كإنسان سعيد إذا أكثر خير وبركة. الحين في ناس يقول لك شلون بوصل لك 50 إيه هو المفروض إنه يكون 50 أو أكثر. يهني مرة ثانية أنت أوكي أنت يا إذا أنت أغلب يومك مو لحظات سعادة خلينا نقول 60% من يومك لحظات أي شيء ثاني غير السعادة بس 40% سعادة أنت إنسان مو سعيد إذا هني أسأل نفسك شنو المفقود من حياتي زين العادة أول إجابة تصير فلوس سيارة منصب لا أبي كذا أبي مديري ما شو يصير فيه المهم لا غالبا الإنسان اللي يشعر بأعراض عدم السعادة هو ناقص من حياته هو مو موجود كفاية في حياته وايد أشخاص ثانيين موجودين في حياته على حسابه هو فخلنا نركز على نفسنا شوي خلنا نحب نفسنا خلنا نضع نفسنا في حياتنا لأن كلمة حياتنا معناتها إحنا أساسها مو غلط أني أنا أضع نفسي أساس حياتي بالعكس هذا أمر جدا 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 صحي خذين هرمون ترى سعادة من أنا سعود يعني صح؟ فعلا مايكنا الرابع سعود الفرحان معالج نفسي متخصص بعلم السعادة أنا بشكرك يمكن أكثر من شكر شكرا على شجاعتك شكرا على الرحلة اللي وديتنا فيها على التجارب الواقعية الصجية من شخص عايش هالمرحلة هذه مو مجرد كلام والواحد ممكن يقول ينطبق أو ما ينطبق أنت فعلا اليوم كنت سعادة ويانا وأتمنى إحنا أسعدناك في نغم الصباح والله أتمنى يعني فعلا يعطيك العافية شرفني والله وجودي معاكم مشكورين وايد وايد على الاستضافة الحلوة هذه شكرا يا سعود أكيد سعود راح يكون معنا ضيف في الأيام الجاية ضروري خصوصا بعد الجو بعد خي تعدل بعد شوي وهرمون السعادة نبي يزيد لأنه ما شبعنا كلش ما شبعنا والحديث عن السعادة وهذه الأمور والتفاصيل يعني وايد في لها أشياء واحد صح يفكر فيها أي أنا مريت بهذا الشيء يعني أنا حسيت بس ما كنت فاهمة بس هذه الأمور من تفهمها أنت راح تبدي التعرف على نفسك أكثر تعرف شلون تتعامل معها نورتنا مشكور وفعلا كان مسك ختام حلقتنا اليوم معاك سعود الفرحان شكرا لك على وجودك معنا